أهلا بحضراتكم مشاهدينا في تغطية رياضية جديدة عن نجمنا الدوري المصري محمد صلاح اللي بينتظر رقم قياسي جديد أمام تشيلسي غدا في الدوري الإنجليزي. بيأمل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المنافسة من جديد على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وده قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق تشيلسي غدا الأحد على ملعب ستانفورد بريدج في الجولة الافتتاحية لموسم 2023-2024. ليفربول بعد تجديد الدماء والتعاقد مع أليكس ماك أليستر بيأمل في انطلاقة مختلفة إلى جانب النجوم فان ديك وأرنولد، وبيبدو أن الفريق جاهز للمنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية من جديد. خلوني أقول لحضراتكم في هذا التقرير عن رقم قياسي جديد بينتظر نجمنا الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول غدا. الحقيقة إن ليفربول الإنجليزي لديه كم كبير من التحديات والصعوبات التي يجب أن يتخطاها كي لا يتكرر الموسم السيء اللي عاشه الموسم الماضي، خصوصا في النصف الأول واللي بسببه خسر فرصة الوصول لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017. وسيكون النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع صناعة تاريخ جديد خلال اللقاء اللي بيخوضه ضد فريقه السابق اللي دافع عن ألوانه خلال عامي 2014 و2015، وبيأمل صلاح في إحراز هدف على الأقل في المباراة ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بيتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في 7 مواسم متتالية. واستطاع محمد صلاح التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث أحرز في افتتاحيات المواسم في 6 مواسم على التوالي. وبيرغب نجمنا المصري محمد صلاح في أن ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للبطولة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن متساويا مع الثلاثي المعتزل ألان تشيرر وروني وفرانك لامبرد. وسجل محمد صلاح أول أهدافه في مرمى واتفورد في أغسطس 2017 في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي، تبعه طبعا بركلة جزاء ضد ويست هام في 2018 ونوريتش سيتي في 2019 قبل أن يسجل ثلاثية هاتريك ضد ليدز يونايتد في 2020. وفي افتتاح موسم 2021 استطاع نجمنا الدولي محمد صلاح أن يسجل هدف في مرمى نوريتش سيتي قبل أن يدرك التعادل لنادي ليفربول ضد توتنهام في افتتاح موسم 2022. وسبق أن حذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتازة من إمكانات محمد صلاح في المباريات الافتتاحية، وده كان قبل إجراء قرعة الموسم القادم. أكيد إحنا بنتمنى التوفيق لنجمنا الدولي المصري محمد صلاح، إن هو إن شاء الله يقدر إن هو يحقق رقم قياسي جديد ويواصل إنجازاته مع فريق ليفربول الإنجليزي. وانتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى، وشكرا لحضراتكم.